السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما العادة فيديو جديد وأخبار جديدة عن ديال الخروف ديال عيد الأضحى إن شاء الله بحول الله. غادي هذا النهار عاود نخليكم تعيشوا الأجواء ديال واحد الكوريات واحد الرحبة اللي غادي نمشي لها هنا في مدينة بركان هنايا. إن شاء الله غادي تشوفوا تسمعوا راسكم الأثمنة والخروف كيفاش داير والجودة وكاين الصغير وكاين الكبير وكاين كلشي، يعني كل واحد على حسب الاستطاعة ديالو. وكاين الثمن، يعني كاين الثمن مناسب، يعني ما كاينش شي ثمن هذا، كاين الغالي كاين الرخيص كاين الموين، كل واحد على حسب الأثمنة اللي كان يبغيها هو. وتقريبا الأثمنة اللي العام فايت تقريبا كيف واش انما تزادت واحد 50000 فرنك او واحد 100000 فرنك اللي كيقولوا تزادت هذا العام 80000 فرنك تزادت. ان شاء الله غادي تعيشوا معنا الاجواء وغادي تشوفوا بعينكم وتبعوا الفيديو الى اخره. واللي اول مره يدخل القناه يشارك القناه وتعطيونا الاراء ديالكم والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وانا ديما راني معكم في اخبار خرفان ديال عيد الاضحى ان شاء الله بحول الله. مع السلامه. دوك كما كتشوفوا هادو الخروفات، هادو الخروفات كما راكم تشوفوا، هادو كلشي خروفات على حساب المسكين، على حساب المسكين اللي بوحدو ولا عنده عائله صغيره. هادو خروفات، خروفات كاين 120 130 الف فرنك، كاين 100000 فرنك على حساب سميتو الجوده وعلى حساب الكبرى عاوده اللي تكون كبيره كاين الصغيره. هاد الخروفات هادو شحال هادو؟ هادو 120000. 120000 120. هادو خرف وهادو خرفان. هادو خرفان واه. هادو شحال هاد الخرفان هادو؟ 190 200 200 210000. واه هادو يعني موين وياك ولا؟ هادو موين. هادو واه موين. الخروفات يعني تالي الثمن ديالهم كاع رخيص. تالي كاع 1000 درهم. 1000 درهم. 1000 درهم حتى 1400. 1400 الكبيرة فيهم كاع. واه الكبيرة كاع ما تفوتش 1400. والخرفان عاودها كاين ديال 190 200 210. يعني الأثمنة كي راها دايرة كيتبان لك حتى الأثمنة. والأثمنة يعني مزيانين، واخا كاين شي كاين شوية ديال الأثمنة بصح ماشي شي أثمنة يعني اللي زايدة كاع كبيرة. زايدتش بزاف تقريبا. لا لا، الخرفة ديال 1400 1200 اللي كنديرها عام الأول هي هادي. واخا كاين واحد 100 درهم ولا 200 درهم في الخرفة يعني اللي زايدة، ماشي شي حاجة يعني كبيرة اللي غادي تضر. اسحب يا شباب. قلبها. وهذيك راهي مولاك تيتي، راهي هذيك الجودة. هذي؟ اه. باقية هذا. باقية. وفين يوصلوا هذوك البارات؟ 140000 الحاج. هاك السيبة ديالي أنا كنوكل هذي عندي أنا، كانت عندي في البلاد. ما نشريهاش من السوق. بعدا باش تكون في علم. شنو دير حساب؟ اروح شوف هنا. انا نشوف هذا يشوف صالح وكاينين مرحبا. شحال هذا؟ ما نتعياوش انت من الاخر ديالو هذا 290 وانت ما تمشي ماشي الذكرى لك تحت. انا راني عارف. ها كاين هذا زيد هنا باش يشوف. ها دير عاود يدك عليها. ها ها
شحال الثمن ديالها؟ شحال الثمن ديالو؟ هذا 290 290 واه ليه ديالو؟ لا لا ما عليهم والو، هي هي وما ما يتناطحو يتراجلو. ها هي ها 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 شد الحاشي الحولي هاكا يلا زيدي عاد شوفي هذا شوفي هذوك اللي ها رايد غادي نوريها رايد غادي نوريها انا لا هذا تحت انا نوريك لا واه هادي قلت كانت جات صبر ولكن ما بقاش هنا الديبون ديالنا ديال حيدو أربعة وخمسين. شحال دوك تبيع هذا؟ ها؟ شحال باش تبيع؟ 310 310 هذا لا رحمة ماشي حد هذا راه يوفي ملي على حاجه ملي راه غير دوك شويه هذه واحد الساعه ولا ساعه شي حاجه لا راه يوفي هذا قال فيه 400 واش يديروا ولا لا يوفي على حاجه وين السران دي مثلا وهذا ماشي كثر ولا ها ها حولي لا لا هذوك غادا هذاك السرندي غلاد عليهم ها 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 هذا التاجر التاجر خلي عاد نزيدك عليه هذاك 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 صغير بلا خرج جوج هذا يدير بلا خرج جوج انا زوجين الحاج هذا تدي الحاج غلطي الله ها قلت لهم لا يبقى في الديمة ديالي انا غشك انت غشك صحتي كيك ليا انتي هذا صافي هذا واش شحال يقول لي الحاجه قاسم انا انا عطوني في هذا واش نولد واه داير عاد مازال كي غادي نمشي هذا راه ناقص شويه عطوني فيه 400 وهذا راه غلط على هذا انا ما غاش نضيع معكم نتوما كاع الحاجه نحشم بها غادي تجمع بعدي تعطيني 420 ما عرفتش نقول حنا كاع في الثمن علاش ما تخليناها شوف 400 ماشي اختي سعاد راه باقي ليا 100 ما باقي لي ايام باقي يوكل 30000 اه باقي لي ايام الحاجه علاش كنقول لها خلي حتى 420 420 راه مزيان يا سخر لا 55 قصير هاد التصاور على صافي الحاجه صافي بحال الاثمنه ديال العام الاول هذا كان شويه زياده في الحولي الغليظ شحال تقريبا زادت كاع في الحولي تقريبا حاليا يعني ما كنشوف انا يعني في الحولي الغليظ 500 درهم 600 درهم ياك والخروف اللي مويان 200 درهم 300 درهم هادشي ما كاين الخروف مويان يعني ما زادتش بزاف ماشي شي حاجه والناس كيقول لك ديرها بزاف زياده بزاف ولا راه يعني ماشي شي زياده ولا يعني اللي عادي تضر كاين حولي الغليظ واحد التساع ديال 500 600 درهم هاد العام يعني السيارة راه غالية السيارة يعني هو اللي راه دايرها الزرع كنا نشريوها ب 20 22 ألف هاد العام حنا نديوها حتى ل 50 ألف فرق 50 ألف السيارة هو اللي راه غالي
وهذا مش حال السي عبد الغني؟ هذا 270 270 حاله وياك؟ بحاله بعد نفس الأثمينة وياك. تبارك الله.